الجيش كان في المكان هذا اجتاحه وتمركز فيه. الآن عشان المنطقة عالية تعد صارت الناس تتجمع هنا ويعملوا نقاط اتصال نت. تمام، هو الخطر شوية بيكون، ولكن هو الوضع بيكون مخيف شوية ولكن بنحاول على السريع. طبعا الناس هدول بيكون مثلا حدا معاه شريحة كويسة فبيأجر للناس التانيين نص ساعة أو ساعة زي هيك. طبعا هذا المكان كان يعني هذا مدخل المدينة القديمة، مكان سياحي يعتبر وكلها أسواق، يعني محلات قديمة وبنايات قديمة وأسواق كانت بتجنن كتير. هنا قصر الباشا، مكان أثري برضه، مسحوه مسح، وهي مدرسة مسحوها، هاي الآليات مرت من هنا، الآليات كانت متمركزة هنا. شوف الشحنة هاي، وهاي الشجعية، هاي دمار كتير كتير كبير. طبعا الوضع بيكون مخيف شوي هنا لأنه بيكون الزنانات طائرات الاستطلاع قريبة منا، ولكن للضرورة القصوى الواحد بيجي هنا عشان النت.